ما إن تقترب السفينة أو القارب من ميناء نيابة ليمابي ولا يتخصب إلا وتبدأ معها تلك البيوت الصخرية في منطقة القنايف أعلى هذه الجبال الشماء في الكشف عن جمالياتها وتفاصيلها المكنونة. فعلى متن إحدى زوارق خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية عقدنا المسير إلى هذه النيابة الجميلة لسبر أغوار تلك البيوت المرصوصة والمبنية من الحجارة في قمم الجبال والتي بنيت بطريقة هندسية رائعة. كون ما بيها يعني من الحجارة، مصفوف من الحجارة، بيوت من الحجارة، شكل من الحجارة. بعدين هذا طلعوا ناس يعني، وكل واحد يمسك عن الثاني، كل واحد يمسك عن الثاني، تسمع. وفيها سراجيب تحت الأرض موجودة، سراجيب تحت الأرض فيها الحوش، وبعدين تدخل منك بالبيت في حفرة صغيرة تدخل من الناس. هذه مخازن مال أسماك، هذه مخازن مال أسماك. البيوت الموجودة منذ مئات السنين ما زالت مبانيها شاخصة للعيان لتحكي للزائر قصصا من تفاصيل المكان الذي هو أشبه بمتحف يضم بين أركانه وزواياه مساجد قديمة وتحصينات صممت بطريقة تحتاج إلى البحث والدراسة. هذه البيوت والله هني ربعنا حد منهم تركوها من سنة 70، من سنة 70 طاحوا البلد تحت. والله أول في 70 ما كلها يعني، فيها حوالي قدر 20-25 بيت يعني. مساكن قديمة كانوا السكان نيابة ليما يسكنوا فيها، وهي اللي كانت تأويهم من حر الصيف وبرودة الشتاء، وطبعا آثار تحكي ماضي تريد يعني، ونتشوق نجلس بهذا الأماكن وناخذ بعض الصور التذكارية يعني. جميل. ونعرف الآخرين عن هذه المنطقة كذلك. المدابس التي تستخدم في استخراج الدبس من التمور وحواض تجميع الأسماك والسراديب والكهوف شواهد حاضرة حتى الآن. تباين بين الجبل والبحر يؤكد حضارة وتاريخ هذه المنطقة منذ القدم. محمد بن سعد العلوي من نيابة ليما بولاية خصب محافظة مسندم.